أول شيء اليوم بازار اللي نحن عم نشوفه هو بازار فيه جهود أمهات وجهود سيدات اضطرتها ظروف الأزمة إنها هي تكون معيلات أسر. بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وبين المجتمع الأهلي قدرنا إنه نساعد السيدات على إنه هن يمتلكوا مهارة يولدوا من خلال الدخل. فالمنتجات اللي عم نشوفها اليوم بالأغلب هي منتجات سيدات تعلموا حرفة، وهذا هي البازارات هي عم تكون نوع من انواع استكمال سلسله التسويق لحتى يقدروا انه هن يلاقوا يعني يقدروا يسوقوا منتجاتهم. جمعيه بنات الارض الطيبه مشاركين ببازار الام لنوصل فكر معين، لانه العوده للطبيعه. الحقيقه كل الاغذيه هلا طريقه اكلنا هي بتوصل لامراض. التغذيه الحديثه هي ازمه جيل، فنحن بدنا ننشر الوعي الصحي الغذائي بالعودة للطبيعة والتخلي عن السكر والعودة لكل شيء الحبوب المأشورة. أنا عم شارك بمادة الشمع. أنا الشمع بعمل منه أشكال كتير لكل المناسبات. نحن هون في عنا مشاركة لعيد الفصح، بعدين في لعيد الأم. رسالة اللي بدنا نقدمها إنه نحن ساعتنا موجودين وساعتنا عم نشتغل وما في شيء بيهمنا. هون في شغلات لعيد الأم، نتمنى أنه تفرح قلب كل أم.